فرقه جاي مبسوطين جدا يعني ان هم ضيوفنا النهارده، لاننا هنتكلم معاهم دلوقتي كمان كاول فرقه مصريه وعربيه شاركت بالموسيقى بتاعتها مع افلام مارفل. ومعانا بقى تيفا من الفرقه، ومعانا احمد الجمل، وقالوا ان هم من المؤسسين للفرقه ومكملين لحد دلوقتي من 2015 لحد دلوقتي، يعني احنا خلاص على احتفاليه العشر سنين بالفرقه السنه الجايه. دي يعني حاجه عظيمه جدا. احكوا لنا بقى، مين يحكي لنا ازاي اغنيه عطشان يا زينه الفرقه غنتها ونزلت وتمام فجاه هي موجوده في افلام مارفل؟ هي مش فجاه، هي بعد ما نزلت بحوالي ست سنين. فحصل الموضوع لا يعني مش معنى عشان هيد فون مش تقرب من المايك. انا هو أيوه؟ كده جدا ايوه زعق لنا عادي. حلو، بعد ست سنين من نزول الاغنيه الترتيبات ايه؟ ايه الخطوات اللي حصلت؟ بص، هو الخطوات بدات قد يبدو ان كانت حاجه صدفه. هي الاغنيه بعد ست سنين، انا لقيت يعني لقينا ناس بتتواصل معانا على الايميل، شركه وسيطه يعني عن من مارفل، طبعا ما كناش عارفين ان هو مارفل، فشركه وسيطه جالك ايميل عادي ايميل عادي يعني انا عايز استخدم الاغنيه دي في حاجه مش عارف ايه الحاجه، بيتاكد من الحقوق وبيسمع وبيطلب مننا ترجمه للكلام وكده يعني. والكلام بقى الديسكشن دي قعدت سنه ونص يعني في ثريد ايميل يعني ثريد اوف ايميلز كده بدات تشتغل، قعدنا سنه ونص. وكنا انت اللي كنت ترد على الايميل يعني ساعات انا انا والبان مانجر اللي موجود معانا يعني كذا حد يعني ممكن. حلو، بس انت امتى حسيت ان في خطوات جد، او الفرقه بدات تحس ان في خطوات جد، انه هو في بروجكت كبير بيتعمل او في عالم؟ اخر يوم في الديسكشن، اخر يوم يعني خلال السنه ونص انتم مش عارفين ايه اللي اصل هي مش سنه ونص، احنا بنتكلم كل يوم يعني. هو ايميل بيجي كل 3 4 شهور فبرد عليه يعني. وترجع ترد تمام، يسالوا على حاجه وترجع لهم. كمان اتاجل الفيلم، كان اتاجل عشان الكورونا كذا مره، وكمان حصلت كورونا كانت 2020 فقعدت طبعا سنتين ثلاثه الدنيا متاجله، فالموضوع يعني كان في حاجات لسه مش واضحه. فعشان كده برضو ده ساهم في ان الموضوع قعد ديسكشن طويل. امتى يعني في الاخر اللحظه بقى اللي عرفتوا فيها ان عطشان يا زينه التراك بتاعكم والاغنيه بتاعتكم هي هتبقى موجوده جوه فيلم لمارفل؟ يعني عرفت ده في اولموست تقريبا في 2020. رد فعلك ايه؟ مين اول واحد عرف او الايميل ده ساعتها انت اللي عرفت بقى؟ عرفت الساعه 3 الفجر. حلو، ايميل جالي وعرفت التفاصيل كلها بتاعه اللحظه دي. عملت فيها ايه اللحظه دي؟ ما كنتش مصدق، كنت متخيل عملت لف بال انا فاهم ان واحد بيشتغلني بصراحه يعني لغايه ما اتبعت لي الكونتراكت وكده يعني حسيت ان احنا بنهزر يعني في هزار دلوقتي. يعني سؤال، انت الايميل مكتوب فيه يا تيفا او يا جاوي الفرقه احنا خلاص وافقنا، او اللي بيحصل ان الاغنيه بتاعتكم دي هتبقى موجوده جوه افلام مارفل او في فيلم معين من افلام مارفل للزميله سكارليت جونسون تقريبا؟ صح، الزميله خلاص مش انتوا غنيتوا في الاغنيه خلاص زمايلك خلاص عادي يا اصحاب هي هتبقى عارفه مش مهم. فاللحظه دي انت عايز بقى مين اول واحد كلمته من الباند علشان تصحيه تقول له اصحى احنا الاغنيه داخله فيلم عالمي؟ انا ما كلمتش حد بصراحه ساعتها. ايه ده، ايه الانانيه دي؟ لا انا مش مصدق، انا اوردر داخل نام. ايوه انا شفت الايميل والكونتراكت قلت طب بص انا كنت اصلا سهران يعني فخلاص مش قادر، فكنتش قادر، قلت ايه انا هنام واصحى واشوف بقى الموضوع على ايه يعني. شايف الكلام ده حقيقي ولا يعني الكلام ده حقيقي بقى ولا احنا بنهزر؟ اعمل سيرش بقى شوف ايه الافلام اللي بتتصور بجد بقى. وبرده انا ما كنتش متابع جيد بصراحه الافلام مارفل قوي يعني مش مارفل فان، فكنت لسه بقى عايز ايه ده، هو هينزل امتى؟ طب هو مين؟ ففضلت شويه مين الابطال يمكن ارفض يعني مثلا. حلو، طب تاني يوم تاني يوم الباند عرف كل الناس؟ الباند عرف. انا ما رضيتش، انا بصراحه عملت هو ايه، ما رضيتش اقول لكم بجد. لا عملت يعني ما رضيتش اقول لهم كده مسج على الواتساب بصراحه الموضوع كان صعب. عملت لهم اجتماع اجتمعنا قلت لهم انا كنت عندي لكم خبر. أيوة. فبدات بقى امهد لهم يعني. اوكي، بس رد فعلهم ايه؟ اصلا كانوا طالبين ان احنا نكتم على الموضوع شويه، فاحنا فضلنا شويه مش قايلين للباند اساسا يعني، فضلنا شويه كده عشان الخبر ما يبقاش معروف انه اي حاجه. هم كانوا طالبين ده، ففضلنا شويه قافلين. قد ايه تفصيله صغيره جدا في فيلم كبير هم يعني ساوند تراك او اغنيه هتبقى موجوده في مشهد او جزء من الاغنيه، قد ايه ممكن هم يهتموا انه على مدار سنه ونص يقعدوا مركزين في ده؟ لان يعني ايه اللي هم شافوه في الاغنيه، واكيد برضو انتوا قعدتوا تدوروا شويه، خلاهم يبقوا عايزين الاغنيه تكون موجوده جوه احداث الفيلم؟
المشهد نفسه كان محتاج، الجو العام محتاج المزيكا دي بس مش اكتر من كده. واعتقد كمان الموضوع لان هي يعني مش عارف عادي اتكلم عن تفاصيل الفيلم، بس هو الفيلم عموما يعني كان فيه لقطات متصوره في المغرب، فلايق ان هو عايز اغنيه شرقي قوي بتجمع بتجمع العائله وكده. فهو يعني الاغنيه اشتغلت في بنزينه في المشهد في المغرب، يعني هم مصورين في المغرب، فكانت الفكره وبتكلم عن الغربه وكده وهما بيتجمعوا، فهو كانت تفصيله بتحاول تجمع من حاجه من الثقافه بتاعتنا مناسبه للفيلم او مناسبه ان هما بيصوروا في المكان اللي هما. طب احمد بعد ما اعلنته بقى يعني خلاص الناس عرفت والفيلم نازل، ردود الافعال ايه؟ كان ايه اللي حصل؟ مجانده لطيفه خالص بصراحه، يعني كان في ردود افعال اخبار كتير نزلت وقتها عن الموضوع جدا. الموضوع كان احنا برده ما كناش لسه مدركين حجم الحدث، فكان الموضوع بالنسبه لنا امر الدرجه دي يعني بجد يعني فعلا في كده. سؤال بقى اهم، وقت ما انتوا بتنفذوا زمان خالص قبل 6 سنين بقى من اللحظه دي، عطشان يا زينه اللي هي نفس الاغنيه اللي مارفل خدتها، مين من الفرقه كان معترض عليها؟ اي لا لا والله دي اغنيه مثلا عايزين نغيرها. ما اعتقدش، بص هقول لك حاجه، ممكن اي اغنيه تانية نتكلم في البوينت دي، انما دي لا، دي لا لسبب، لان هو البند اتكون على دي، يعني احنا عملنا اغنيه ثم عملنا بند بالظبط. يعني احنا كنا ساعتها كلنا لسه طلاب حتى وكده، فقعدنا بقى نجمع من مصروفنا يعني عشنا بقى المعاناه يعني.